كنت بيا سريه حضرتك مثل زين. انت سابقا وين كنت موجود؟ فوج الاول اللي بالعظميه، فوج يا فوج كان يسموه من سيد اللواء. والمواطن اللي قال انه اني انفصلت بسبب السيد اللواء اللي كان هو امر الفوج ماتي. السلام عليكم سيد اللواء وحياك الله ونورتنا اليوم برنامجنا برنامج اصداء الشارع. على راسي يعني بدايه كل عام وانتم بخير بمناسبه شهر رمضان الكريم، اتمنى لكم السلامه والصحه لكم ولعوائلكم ولكل الشعب العراقي ان شاء الله. أنا شفت اللقاء ويا وسام. نعم. ويا حضرتك. بعد ما شفت اللقاء اتصلت بالإخوان عندي بالمراقبة، قلت لهم تتصلون بالقناة وأريد وسام وأستاذ خطاب يجوني حتى إذا إلى حق يمي ياخذه ويشلع عيوني اثنيناتهم. أنا سمعت باللقاء يقول أني بسبب لواء يحيى كنت منتسب بالفوج وبسببه هو خلاني أهرب وأبطل من الخدمة العسكرية. نعم. بالكلام مالته قال أني أمر فوج ذاك الوقت. نعم. اثنين قال أني نائب ضابط حضرته نائب ضابط زين. وحتى نوقف على الحقيقة ونوضح الحقيقة بكل ديمقراطية، يعني إحنا ما عدنا مشكلة بالعكس، هو الحق الرد عراقي وإنسان نحترمه ونقدره ونخليه تاج على رأسنا، وكل عراقي نخليه تاج على رأسنا. أنا أريد أسأل وسام، أنت تقول أني كنت أمر فوج، بيا سنة كنت أمر فوج؟ 2007. زين كنت بيا سرية حضرتك؟ زين أنت سابقا وين كنت موجود؟ فوج الأول. فوج الأول اللي بالعظمية؟ بالعظمية. فوج يا فوج كان يسموه 301. يعني كان حرس وطني يسموه فوج 301. من جهتنا نقل، جيت وين كان مقر فوج مالتنا؟ بالمدينة بالرشاد، منطقة الرشاد. طيب ويا سنة جيتنا نقل؟ 2007. زين منو كان أمر سريتك؟ والله ما أتذكر ولا شيء. ما أتذكر. طيب أولا أنا ما كنت أمر فوج بهذا التاريخ اللي أنت حكيت بي. لا أنت بال 2006. مو؟ هذه أوامر القسم الثاني اللي صادرة حتى يطلع عليها أستاذ خطاب ويتصل عليه تطلع عليها. نعم. كاميرتكم الموقرة هاي أوامر القسم الثاني اليوم شوي خلينا نشوف شوي كبرنا ترى. لا صح. اليوم 2/4/2006 الفوج الثالث أصدرها العقيد قوات خاصة حسين محسن بهار. نعم. كان أمر الفوج عقيد حسين محسن بهار، وهذا هاي أوامر القسم الثاني اللي طبعا احنا بالجيش القسم الثاني نسميه قرآن الجيش. نعم. ليش؟ لأنه كل شيء يصير بالوحدة ينشر بأوامر القسم الثاني، نقل، غياب، حادث، استشهاد، انفجار إطار عجلة، أي شيء يصير ينشر بأوامر القسم الثاني للحفاظ على من؟ على حقوق المنتسبين. وهنا بتوقيع اللي كان رئيس رفالو أي مسؤول النشر الرائد سليم عبد الكاظم ضابط الإدارة رائد سليم العقيد قوات خاصة حسين محسن بهار آمر الفوج الثالث. نعم. إذا كاميرتكم بعدين توثقوا وشوفها خلنا نحكي. وهنا منشور، أولا أنت مو نائب ضابط، أنت نائب عريف. هسا أنا أصدق نفسي لو أصدق أوامر القسم. الأوامر هنا موجودة هسه تضحى أنه غياب، هذا موضوع غياب تجاوزهم الحد زين القانوني حيث تم تنزلهم من القوة والقدر. هذا هياتك رقمك الإحصائي نايب عريف وسام سعد حاتم سلمان العزاوي لو أني غلطان. لا صحيح. طيب هنا بيا تاريخ 2/4/2006 أنت غايب. بتاريخ 9/5/2006 هنا أيضا عندنا فسخ عقدك من الجيش لتجاوزك مدة الغياب المحددة وتم إنزالك من القوة والقدر. مو تاريخ 9/5/2006 وهذا رقمك الإحصائي رتبتك نائب عريف وسام سعد حاتم سلمان العزاوي.
مو، وهذا توقيع آمر الفوج العقيد قوات خاصة محسن حسين محسن بهار.